تحية طيبة أنها 7:30 مساء بتوقيت العاصمة بيروت. أهلا وسهلا بكم إلى المسائية. نبدأ بالعناوين مع أميرنا الهندي. مساء الخير إلى العناوين. أي جلسة تشريعية بده يكون على رأس جدول أعمالها قانون الانتخابات وقانون التجنيس. شروط أمام دعوة بري لعقد الجلسة التشريعية. وبانتخاب الرئيس تحمى الجمهورية. الراعي يدعو إلى انتخاب رئيس للجمهورية اليوم قبل الغد، تتوافق عليه كل الكتل السياسية. وسط اشتداد المعارك، مطار عدن بين المقاومة الشعبية وقوات مدربة دخلت المدينة. هل دقت ساعة الصفر لبدء معركة القلمون، أم أن كل ما يقال ويسرب يأتي في سياق التفاوض على الساخن؟ وهل أنهى حزب الله دراسة نتائج المعركة في حال حصولها والخسائر التي ستنتج عنها؟ الأسئلة هذه تطرح بعد المعلومات المتلاحقة عن اقتراب موعد معركة القلمون. هذا فيما البلاد غارقة في سلسلة من المطبات والإشكالات التي تجعل من مسار عمل المؤسسات الدستورية محفوفا بالمخاطر. فماذا عن مصير جلسة مجلس النواب التشريعية مع الشروط الموضوعة لانعقادها؟ وماذا عن عمل مجلس الوزراء مع الفيتو من النائب ميشيل عون وشروطه في شأن المراكز العسكرية؟ هذا كله فيما المشهد من لاهاي سيكون مغايرا غدا مع بدء النائب وليد جنبلاط بالإدلاء بشهادته أمام المحكمة الخاصة بلبنان. فشهادة جنبلاط ستشكل منعطفا جديدا في سياق التحقيقات في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري بفعل قربه ومعايشته لتفاصيل الأحداث والممارسات التي قام بها نظام الأسد بحق الرئيس الشهيد في السنوات التي سبقت الجريمة. إعلاميا، مدراء المحطات التلفزيونية 8 عقدوا اجتماعا هذا المساء في مكتب وكيل المحطات المحامي وسيم منصوري، وأعادوا تأكيد وحدتهم إزاء ما قام به بعض موزعي الكيبل من قطع لإرسال المؤسسة اللبنانية للإرسال ولمحطة الجديد، مؤكدين على البيان الصادر عنهم في بداية هذا الشهر ومشددين على الالتزام بالقانون. في ظل استمرار الحديث عن الدعوة لجلسة تشريعية، تتواصل الاتصالات على أكثر من صعيد لبلورة صورة المشاركة في الجلسة. تقرير شرب العبود. الانتخابات والسعادة الجنسية قانونان تشترط القوات اللبنانية ومعها التيار الوطني الحر إدراجهما على جدول أعمال الجلسة التشريعية للمشاركة فيها. وفي هذا الإطار يؤكد نائب رئيس القوات النائب جورج عدوان أن الحزب مع تشريع الضرورة على أن ينطلق هذا التشريع مع هذين القانونين. هذا الأمر تبحثه القوات مع حلفائها، وفي هذا الإطار عقد اجتماع يوم الجمعة الماضي دام أكثر من ساعتين بين القوات والمستقبل للبحث في الموضوع. موقف اليوم أنه أي جلسة تشريعية بده يكون على رأس جدول أعمالها قانون الانتخابات وقانون التجنيس. وبهالمجال كان في لقاء من يومين مع رئيس تكتل المستقبل الرئيس سنيورا. أساسا نحن هيدا الجو منه مستجد، هيدا الجو من وقت يلي نحن خرجنا من اللجنة اللي كانت عم تجرب تعمل توافق على قانون الانتخابات، وهيدا الجو كان مبحوث من 3 أسابيع باجتماع عقد مع الرئيس سنيورا، وكانوا حاضرينه النائب مروان حميدي وبعض أعضاء هيئة مكتب المجلس. وبالتالي هيدا الجو منه جديد أبدا، إنما هلأ رجع انحط إذا بدك بالواجهة، لأنه كان عم يتعين موعد لاجتماع الهيئة العامة. هذه الاتصالات قد تشمل مختلف الأطراف. رح يبلش فيه من هالكم يوم تواصل مع دولة الرئيس بري لبحث هالموضوع، لأنه نحن بقدر ما نحن مصرين أنه قانون الانتخابات الجديد يكون على رأس جدول الهيئة المجلس، نحن معتبرين أنه تشريع الضرورة هو ضرورة، لأنه نحن بدنا يضل هالمجلس عم يشتغل،
بدنا تشريع ضرورة لأنه في أمور نحن بحاجة أنه نشرع فيها مثل الموازنة ومثل قضايا ما بقى تنطر. يعني من ضمن طبعا نحن مع وضع السلسلة ضمن الموازنة ومع إقرار سوا بالمجلس، هودي أمور لازم نرجع تشريع الضرورة ندفع بالعجلة إلى الأمام. هالشي بيتطلب تواصل، التواصل حاصل بشكل دائم مع تيار المستقبل والتنسيق. هالشي بيتطلب تواصل مع الرئيس بري. أنا برأيي رح يصير في تواصل بالأيام المقبلة بهذا الاتجاه. مصادر مواكبة للاتصالات شددت على أن موقف القوات والتيار الوطني ليس موقفا مسيحيا، إنما موقف نابع من الوعود التي أعطيت للبنانيين يوم تم التوافق على التمديد للمجلس النيابي. في المقابل اعتبر وزير النقل والأشغال العامة غازي زعيتر أن مواقف بعض الكتل النيابية في موضوع التشريع هي اجتهادات غير قانونية، قائلا إن المجلس النيابي سيد نفسه بوجود رئيس للجمهورية أو في غيابه وفي ظل حكومة حتى وإن كانت مستقيلة. أضاف زعيتر إن رئيس مجلس النواب أبلغ كتلتي التغيير والإصلاح والقوات اللبنانية أنه أحال قانون الجنسية إلى اللجان المشتركة اختصارا للوقت. يعني اليوم كتل سياسية نيابية عم تجتهد انه والله التشريع اذا ما كان القانون الفلاني على جدول الاعمال او القانون الفلاني مشروع القانون الفلاني موجود نحن ما بنحضر بنقاطع الجلسة، هذا كلام غير دستوري وغير قانوني اطلاق. هذا من جهة، ولكن ايضا تبرير يمكن المطالبة على سبيل المثال قانون الجنسية للبنانيين المغتربين. هذا القانون باللجان المشتركة، قبل ما اللجان المشتركة تبت هذا القانون، هذا الاقتراح القانون أو مشروع القانون، لا يمكن أنه رئيس المجلس لا من صلاحيته ولا بيقدر يجي إلا للجان المشتركة يرفع لإيده عن هذا القانون ويحيله إلى الهيئة العامة. تمنى البطريرك الماروني الكاردينال ماربشارا بطرس الراعي انتخاب رئيس للجمهورية اليوم قبل الغد تتوافق عليه كل الكتل السياسية، قائلا فليقد هذا التوافق المسؤولون الموارنة وهم أول المعنيين. موقف الراعي جاء خلال عظة الأحد في القداس الإلهي الذي ترأسه في بازيليك سيدة لبنان في حاريسة لمناسبة بدء الشهر المريمي. وبانتخاب الرئيس بروح التجرد والمسؤولية الوطنية تحمى الجمهورية وتعاد الحياة إلى المجلس النيابي ويسهل عمل الحكومة وتحل عقدة التعيينات في المؤسسات العامة ويعود لبنان إلى موقعه الطبيعي الفاعل في الأسرتين العربية والدولية. ونلتمس لبلدان الشرق الأوسط ولا سيما لفلسطين وسوريا والعراق واليمن السلام والاستقرار ونهاية النزاعات والحروب. اعتبر وزير الدولة لشؤون مجلس النواب محمد فنيش أن من يخالف قواعد التمثيل الصحيح ويريد أن يتحكم بموقع رئاسة الجمهورية ويفرض قراره عليه مختزلا طائفة كبيرة من اللبنانيين هو من يتحمل مسؤولية التعطيل. فنيش في احتفال أقامته جمعية أجيال السلام لنزع الألغام في صور رحب بكل خطوة تقوم بها الدولة وأجهزتها الأمنية والعسكرية لبسط الأمن وتطبيق القانون ومنع التعديات في كل المناطق ومن دون استثناء. وليس هناك من منطقة محظورة على الدولة، من واجب الدولة، من حق المواطنين على دولته وعلى حكومته أن توفر له القوى الأمنية والجيش حقه في الأمن وحقه في منع التعدي على حقوقه وحقه في الطمأنينة ومواجهة من يرتكب المخالفات. نعم، هناك تقدم في هذا المجال وكذلك تقدم في التصدي وتفكيك شبكات الإرهاب التكفيري. طبعا هذا بالتأكيد لو لم يكن هناك تغطية سياسية مطلوبة لما حصل هذا التقدم. جال وزير الخارجية جبران باسيل على مناطق رشية مؤكدا ضرورة الحوار ومد الجسور بين الفرقاء السياسيين.
حذر وزير الخارجية جبران باسيل من موجة هجرة لبنانية جديدة إذا لم توقف الحكومة بالكامل نزوح السوريين. كلام باسيل جاء خلال جولة قام بها على البقاع الغربي، بدأها من عيت الفخار حيث التقى فعالياتها وشارك في قداديس الأحد، كما زار قلعة رشية مشددا على ضرورة الحوار ومد الجسور بين الفرقاء السياسيين. اصطفاف السياسي يلي نحن منلاقي في خير لبلد ديمقراطي، إنما لما بصير في أعمى بصفي إذا الخير أو الكهرباء أو النفط إجت من جهة ترفضها الجهة التانية لأنه مصطفي بالسياسة بغير محل، هذا ببطل اصطفاف في خير للبلد. لما بصير أعمى بخيارات مش لبنانية ولبنان عم يدفع ثمنها، هذا بصفي اصطفاف أعمى كمان بيضرب البلد. وهون بيكون في عنا حاجة لناس تقدر تجسر بين هالضفتين. ودعا باسيل اللبنانيين في بلدان الاغتراب إلى العودة إلى جذورهم والتشبث بأرضهم، كما جال على بلدات كفرمشكة، حوش الإنبعاء وبيت لهية. كشفت مجلة الشراع في عددها الأخير أن مخططا لاغتيال السفير السعودي في لبنان علي بن عواض العسيري قد تم إحباطه بعد توقيف متورطين فيه بينهم سوري وآخر فلسطيني، مضيفة أن المعتقلين أدليا باعترافات حول الجريمة الإرهابية التي كانا يعتزمان تنفيذها. وذكرت الشراع تحت عنوان سري جدا أنه لم يتم الكشف بعد عن هويات المتورطين وسط تعتيم على الإنجاز الأمني الذي حققته المؤسسات اللبنانية في هذا الصدد، لا سيما استخبارات الجيش اللبناني في ملاحقة الإرهابيين وقطع الطريق على محاولاتهم زعزعة الأمن والاستقرار. وتضيف الشراع يجري فرض تكتم شديد من قبل المعنيين حول الموضوع الذي تتم متابعة التحقيقات فيه لجلاء كامل أبعاد المخطط الإرهابي الخطير الذي كان يستهدف السعودية عبر سفيرها والعلاقات اللبنانية الراسخة والعميقة معها، رغم محاولات التشويش عليها من قبل من يأتمرون بأوامر خارجية لا تراعي الحد الأدنى من مصلحة لبنان وأبنائه وانتمائه العربي الأصيل. دعا شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ نعيم حسن أبناء الطائفة أينما كانوا إلى التمسك بعروبتهم وإسلامهم ومنع كل العابثين من زرع الشقاق بينهم وبين أخوتهم في الوطن، وشدد خلال جولة له في مدينة حصبية وفي قرى القضاء على ضرورة إعلاء منطق الحكمة والعقل في هذه الأوقات. كما حض الشيخ نعيم حسن أبناء منطقتي حصبية والعرقوب على صون عيشهم الواحد وأن لا يسمحوا لأي محاولات بائسة بالنفاذ إلى حياتهم المشتركة المليئة بالمحطات المشرقة في مقاومة العدو الإسرائيلي والتمسك بالأرض. أكد رؤساء مجالس إدارة محطات التلفزة بعد اجتماع هذا المساء في مكتب وكيل المحطات المحامي وسيم منصوري أن القنوات الثماني متضامنة وأنها ستتخذ إجراءات قانونية بحق المخالفين، وشددوا أن كل إعادة بث لبرامجها هو مخالفة للقوانين المرعية الإجراء. بتأكد تلفزيون 8 أنها متضامنة بشكل كامل بهذا الموضوع، وأنه هناك شخص واحد مخول بالتفويض أو بالأحرى بالحديث عنه هو مكتب المحاماة التابع لنا. النقطة الثانية بتذكر القنوات التلفزيونية 8 بمضمون البيان الصادر ب1/5/2015 واللي اتضمن حرفيا أنه كل إعادة بث لبرامجها السابقة أو اللاحقة لهذا الإعلان الصادر ب1/5/2015 هو يشكل مخالفة للقوانين المرعية للإجراء بلبنان، وبيتحمل من يقوم بالبث دون تسوية وضعه للتبعات القانونية المدنية والجزائية. ثالثا بتأكد بشكل أساسي المحطات التلفزيونية أنه في بعض موزعي الكابل قاموا بقطع محطتي الـLBC والنيو تي في. هذا الأمر مرفوض بشكل كامل من المحطات الثمانية وليس فقط من المحطات اللي تم قطعها، والأشخاص اللي قاموا بذلك بتحملوا مسؤولية جزائية عما قاموا به لسبب بسيط، أنه البيان الصادر ب1/5/2015 كان صريح للقول بأنه يلي بده يتابع إعادة البث بهيدي الفترة ما بين 1/5 و1/6 هم الأشخاص اللي عندهم نية تسوية وضعهم أي الاتصال فينا وتسوية هيدا الوضع خلال هيدي الفترة بتوقيع عقود مع التلفزيونات الثمانية. أما بالنسبة للأشخاص اللي كان عندهم انتقائية بقطع بعض المحطات والبقاء على محطات أخرى
أو اللي كان عندهم انتقائية أو حتى يقولوا صراحة أنه هني رافضين هيدا الاتفاق ببيانات وضعت على شاشات التلفزة كمان خلافا للقانون. هدول الأشخاص يعتبر من الآن أنه رفضوا الاتفاق أو البيان الصادر من قبل المحطات الثمانية وستتخذ إجراءات قانونية مدنية وجزائية فورية بحقهم. وفي هذا التقرير نعيد التذكير ببيان المحطات اللبنانية الذي حدد كيفية إعادة بث برامجها. أعلن المحامي الدكتور وسيم منصوري بوكالته عن المحطات التلفزيونية الآتية: شركة تلفزيون لبنان، شركة تلفزيون مستقبل، المؤسسة اللبنانية للإرسال انترناشنال، الشبكة الوطنية للإرسال MBN، شركة الجديد نيو تي في، المجموعة اللبنانية للإعلام المنار، الشركة اللبنانية للإعلام OTV، شركة مور تي في MTV، أن كل بث أو إعادة بث لبرامجها سابقة أو لاحقة لهذا الإعلان يشكل مخالفة للقوانين المذكورة أعلاه، وتحمل من يقوم بذلك التابعات القانونية المدنية والجزائية. وجاء في نص الإعلان أيضا أنه سندا للقوانين المرعية الإجراء، لا سيما القانون الرقم 382 والقانون الرقم 75 والتعميم الصادر عن وزير الاقتصاد آلان حكيم، أنه على الراغبين بإعادة بث برامج المحطات التلفزيونية الاتصال بمكتب المحامي وسيم منصوري لتوقيع الأوراق القانونية التي تسمح لهم بإعادة البث، وذلك في الفترة الممتدة بين 1/5/2015 و1/6/2015، علما أن البدل هو 4 دولارات عن كل مشترك لديهم. ويستفيد من يوقع هذه الأوراق خلال الفترة المذكورة من إعفاءات عن المخالفات السابقة لتاريخ هذا الإعلان. النشرة مستمرة وفيها بعض الفاصل. جرائم كتائب الأسد طالت اليوم جوبر وسراقب وحلب. عشرات القتلى من القوات العراقية وداعش في معارك قرب الفلوجة. المسائية مستمرة وإليكم تذكيرا بأبرز ما ورد فيها من أنباء. شروط أمام دعوة بري لعقد الجلسة التشريعية، وعدوان يؤكد للمستقبل أن أي جلسة يجب أن يكون على رأس جدول أعمالها قانونا الانتخاب والجنسية. والراعي يدعو إلى انتخاب رئيس للجمهورية اليوم قبل الغد، تتوافق عليه كل الكتل السياسية. القنوات التلفزيونية اللبنانية تؤكد اتخاذ إجراءات قانونية بحق المخالفين عبر بث برامجها من دون وجه قانوني. مجددا نحييكم. تطورات لافتة في عدن في الساعات القليلة الماضية، قوات مدربة على قتال الشوارع دخلت المدينة، والمقاومة الشعبية تسيطر بالكامل على المطار. نفى المتحدث باسم التحالف العربي العميد الركن أحمد عسيري إنزال أي قوات برية في عدن، لافتا إلى أن المعارك يخوضها الجيش والمقاومة ضد المتمردين الحوثيين. قوات يمنية مدربة على التعامل مع قتال الشوارع دخلت إلى عدن لتنظيم أعمال المقاومة الشعبية. وأكدت قوات التحالف مواصلة تقديم الدعم للقوات الشرعية في اليمن برا وبحرا وجوا. وفي هذا الإطار تلقت المقاومة الشعبية تعزيزات عبر البحر عبارة عن أسلحة وذخيرة ومعدات مساندة. هذا الإعلان أتى بعد تضارب المعلومات عن دخول قوات تابعة للتحالف إلى عدن، إلا أن هذا الأمر نفاه المتحدث باسم قوات التحالف العربي العميد أحمد عسيري، مؤكدا أن قوات التحالف وفي حال قررت القيام بإنزال بري في عدن فسوف تعلن ذلك رسميا. وسط هذه الأجواء تواصلت الاشتباكات العنيفة بين المقاومة الشعبية وميليشيا التمرد الحوثي صالح، ففي عدن تواصلت المعارك في مطار المدينة الذي بات تحت السيطرة الكاملة للقوات الداعمة للشرعية، كما سجلت اشتباكات في حيي المعلة وحافون حيث قتل العشرات من ميليشيا التمرد. أعنف المعارك تركزت في تعز بعدما شنت المقاومة هجوما مباغثا على مواقع الحوثيين في حي الثورة وحوض الإشراف وحي المستشفى الجمهوري، مكبدة إياهم خسائر فادحة في الأرواح والمعدات. كما تمكنت المقاومة الشعبية في المحافظة من السيطرة على موقع المكلكل العسكري. المتمردون ردوا على الهجوم بقصف عشوائي بالدبابات ومضادات الطيران مستهدفين المدنيين والأحياء السكنية. المواجهات العنيفة تجددت أيضا بين قوات اللواء 35 مدرع بمساندة المقاومة الشعبية من جهة وميليشيا الحوثي وصالح من جهة أخرى. جبهة أبين كانت ساخنة أيضا، حيث استولت قبائل الوحداوي على جبل عكد الذي يطل
على مدينة معين بعد أن كبدت ميليشيا الحوثي خسائر في الأرواح والعتاد، كما استولت القبائل على آليات ودبابات. إلى ذلك أفشلت طائرات التحالف خطط المتمردين الحوثيين لتحويل ميدان السبعين وسط صنعاء إلى مدرج لتسهيل هبوط الطائرات الإيرانية، فاستهدفته بسلسلة غارات. مجزرة تلو المجزرة سجلت اليوم في سوريا، حيث لم يتوقف النظام السوري عن استهداف وقتل الأطفال الأبرياء، حيث قصف الطيران الحربي بغاز الكلور حي جوبر ومدينة سراقب، فيما استهدفت البراميل المتفجرة روضة للأطفال في حلب. أطفال أبرياء في مقاعد الدراسة لم يعلموا بأن حياتهم ستنتهي ببرميل غدر ألقته إحدى المروحيات الحربية التابعة للنظام السوري، الذي ارتكب مجزرة راح ضحيتها العشرات معظمهم من الأطفال، استهدفت مركزا تعليميا للأطفال في حي المشهد بحلب. في هذه الأثناء استهدف النظام السوري مناطق جديدة في سوريا بالسلاح الكيماوي، حيث تعرض كل من حي جوبر في العاصمة دمشق وبلدة سراقب في محافظة إدلب لقصف بغاز الكلور المحرم دوليا، ما أدى إلى حالات اختناق بين المدنيين وبخاصة الأطفال. الطيران المروحي ألقى أيضا البراميل المتفجرة على بلدة تلبيسة في حمص، ما أدى إلى دمار هائل في المباني السكنية. يأتي ذلك في وقت تدور فيه مواجهات عنيفة في محيط تل كردي وعلى أطراف مخيم الوافدين قرب مدينة دوما في ريف دمشق، وأخرى في محور قمة النبي يونس بريف اللاذقية الشمالي، وسط قصف متبادل بعد تقدم الثوار على هذه الجبهة. الاشتباكات امتدت أيضا إلى محيط المشفى الوطني عند أطراف مدينة جسر الشغور وعند معسكر المصطومة، حيث جدد الطيران الحربي قصفه لمناطق في محيط مطار أبو ظهور العسكري. قالت مصادر أمنية في قيادة عمليات صلاح الدين أن مسلحي تنظيم داعش قطعوا الطريق الدولي الرابط بين مدينتي تكريت وبيجي شمالية بغداد ليمنعوا مؤقتا الإمدادات الحكومية عن مصفاة بيجي، في حين قتل عشرات من التنظيم والقوات العراقية في معارك قرب الفلوجة بمحافظة الأنبار غربي العراق. وحدة إنتاج زيت الغاز في مصفاة بيجي في محافظة صلاح الدين وسط العراق كانت هدفا لقصف شنه مقاتلو داعش بصواريخ الهاون، متسببا في أضرار كبيرة واندلاع حرائق في عدد من أقسام ومعدات وحدة الإنتاج. وفيما تمكن داعش من منع وصول الإمدادات الحكومية لمصفاة بيجي بعد قطع الطريق بين تكريت وبيجي، اندلعت الشباكات بين مسلحي تنظيم الدولة وقوات الحشد الشعبي استمرت لساعات في منطقة البوطعمة شمالي مدينة تكريت، وأسفرت عن قتل 3 من مسلحي الحشد وإصابة 7 آخرين، علاوة عن أن المواجهات انتهت بانسحاب مسلحي الحشد. وفي محافظة صلاح الدين أيضا قالت مصادر أمنية عراقية إن تنظيم الدولة شن فجر اليوم هجوما عنيفا على مواقع القوات الأمنية على الطريق الدولي غربي مدينة سامراء، وأضافت المصادر أن الهجوم استمر ساعتين تقريبا وانتهى بانسحاب مقاتلي تنظيم بعد تدخل سلاح الجو العراقي واستهدافه بصورة مكثفة المهاجمين وآلياتهم. إلى ذلك قتل 35 من مسلحي تنظيم الدولة وقوات الأمن العراقية في معارك بمنطقة الكرمة شرقي مدينة الفلوجة غربي بغداد، كما جرح 5 مدنيين عراقيين بسقوط 3 قذائف هاون أطلقها مسلحو داعش على ناحية الحبانية شرقي الرمادي مركز محافظة الأنبار غربي العراق. من جهته قال ضابط عراقي إن مسلحي تنظيم الدولة استولوا على نقاط تقع على مسافة تقل عن 30 كيلومترا غربي بغداد، وأضاف أنهم استولوا على نقاط بعضها يتبع قضاء أبو غريب. نشرت صحيفة الجارديان البريطانية تفاصيل جديدة عن إصابة زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي بغارة جوية تعرض لها في آذار الماضي في منطقة البعاج في محافظة نينوى العراقية، إذ تحدثت الصحيفة عن تعرض العمود الفقري للبغدادي لتلف نتيجة الإصابة، الأمر الذي جعله مقعدا تحت رعاية طبيبين أحدهما جراح والأخرى امرأة متخصصة في الأشعة، التحقا به في مخبئه داخل إحدى المناطق التي يسيطر عليها التنظيم في مدينة الموصل العراقية. ونقلت الجارديان عن 3 مصادر قريبة من التنظيم تأكيدات مفادها أن طبيعة إصابة البغدادي قد تعني أنه لن يقوى على قيادة التنظيم مجددا،
وبحسب الصحيفة فإن من يقود داعش حاليا هو أبو علاء العثري الذي سبق أن عين نائبا للبغدادي عندما قتل سلفه أبو مسلم التركماني في غارة جوية للتحالف. كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن اتصالات غير مباشرة بين إسرائيل وحماس بشأن هدنة طويلة الأمد تتراوح من 3 إلى 5 سنوات. صحيفة هآرتس الإسرائيلية قالت أن ما يجري نقطة تحول فاصلة قد تؤثر على موازين القوى في المسار الفلسطيني الإسرائيلي. رغم نفي حماس القاطع وجود محادثات مباشرة مع إسرائيل، مصادر في الحركة تحدثت عن وجود دردشات بين الجانبين بوساطة أوروبية، علاوة على جهود متوازية لتحسين العلاقات مع مصر. فبعدما كشف أحمد يوسف القيادي في حركة حماس عما أسماه دردشات بين الحركة وإسرائيل بوساطة أوروبية، إضافة إلى مفاجآت تتعلق بالأسرى الإسرائيليين وأن الحركة تنتظر تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة لتكون الأمور أكثر جدية، جاء دور الإعلام الإسرائيلي الذي أكد وجود اتصالات غير مباشرة بين حماس وإسرائيل في شأن هدنة طويلة الأمد تتراوح بين 3 إلى 5 سنوات، وتلزم هذه الهدنة حماس بوقف إطلاق النار من قطاع غزة، في حين تلتزم إسرائيل بتوفير تسهيلات اقتصادية للقطاع وتخفيف الحصار عنه وإنشاء ميناء بحري في القطاع برقابة دولية. وبحسب صحيفة هآرتس الإسرائيلية فإن هذا الأمر يعد نقطة تحول فاصلة قد تؤثر على موازين القوى في المسار الفلسطيني الإسرائيلي. الاتفاق وبحسب الصحيفة يعتبر مهما للطرفين، فإسرائيل التي شنت 3 حروب على غزة خلال 5 سنوات ستتفرغ للجبهة الشمالية لمواجهة حزب الله، أما حماس فستستخدم التسهيلات لتحسين الأوضاع في القطاع وتقوي موقفها في التفاوض مع السلطة الفلسطينية، خاصة بعد أن أعلنت عن موقف جديد يرفض حكومة الوفاق الوطني ويطالب بحكومة جديدة من الفصائل. وفيما تميل القيادة السياسية لحماس للاتفاق كما قالت هآرتس، تشير تقديرات إلى إمكانية رفض الجناح العسكري للحركة المتمثل في كتائب عز الدين القسام للهدنة، إضافة إلى المعارضة المتوقعة لبعض الفصائل المسلحة في غزة. تتابعونا بعد هذا الفاصل. عطلة نهاية الأسبوع في ظل قانون السير الجديد. نواصل تقديم هذه النشرة تحت عنوان التنمية البشرية المستدامة. افتتحت النائب بهية الحريري أعمال المؤتمر الأول لطلاب نموذج الأمم المتحدة، وأملت في أن لا يطول الوقت لانتخاب رئيس للجمهورية. أعربت رئيسة لجنة التربية والثقافة النيابية النائب بهية الحريري عن أملها بشباب لبنان وبإرادة اللبنانيين في الخروج من الأزمة التي يمر بها الوطن، وفي أن لا يطول الوقت لانتخاب رئيس للجمهورية. كلام الحريري جاء خلال رعايتها افتتاح أعمال المؤتمر الأول لطلاب نموذج الأمم المتحدة Human 2015 الذي نفذه نادي القيادة في ثانوية رفيق الحريري تحت عنوان التنمية البشرية المستدامة. رغم الصعوبات والتحديات والظروف البالغة الدقة التي يعيشها وطننا الحبيب لبنان، إلا أن تلك الظروف يجب أن لا تمنعنا من التفكير بمستقبل وطننا وأجيالنا، وأن هذا اللقاء حول مفاهيم التنمية البشرية المستدامة إنما هو خطوة طبيعية من أجل الحفاظ على بيئتنا ومياهنا ومناخنا ومن أجل سلامتنا وسلامة الأجيال القادمة. ثم فتح باب الحوار والنقاش، فطرح الطلاب على الحريري عددا من الأسئلة تناولت جوانب مختلفة من مسيرتها، إلى جانب أسئلة تتعلق بوضع المرأة في العالم العربي وقضايا التعليم والتنمية. ما في عنا غنى إلا أن تكون الدولة راعية لكل الأعمال، بس كمان عند سلطتها، الدولة عندها سلطتها، شغلتها الأمن وشغلتها القانون، وبنفس الوقت تكون مساهمة ومتبنية للأهداف الوطنية اللي ممكن إن تخلق على مساحة لبنان. أنا عندي أمل كتير كبير فيكم، عندي أمل كتير كبير بإرادة اللبنانيين على الخروج من الأزمة اللي هن موجودين فيها، وإن شاء الله ما منطول بكون عنا رئيس جمهورية، وبنفس الوقت بصير في حيوية كتير كبيرة على مساحة لبنان. وفي الختام وزعت الحريري الشهادات على الطلاب المشاركين. نفذ أهالي شهداء الجيش اللبناني اعتصاما في ساحة الشهداء طالبوا فيه بإعادة 6 أيار يوم الشهداء عيدا رسميا.
في ساحة الشهداء في وسط بيروت تجمع أهالي شهداء الجيش اللبناني مطالبين باسترجاع حق أبنائهم وبإعادة اعتماد السادس من أيار عيدا رسميا. نحن موجودين اليوم لحتى نسترجع من الحكومات السابقة والحكومة الحالية حق شهدائنا بعيدهم يلي سرقولنا إياه وغيبوه عنا ومحيوه نهائيا عن الرزامة السنوية من عشرات السنين. ما رح نقبل ينسوهم، حنضل نتحرك قد ما فينا، الناس لازم توقف معنا، الشعب الوفي لازم يوقف معنا من جد ضلوا أحياء. بدنا محل نهار واحد نجتمع فيه لما نجي نكرم هالشهداء يلي انتوا اساسا متخليين عنهم. كما شارك في الاعتصام عدد من الاعلاميين والفنانين وهيئات المجتمع المدني. بدعي انه 6 ايار يكون نهار التسويق للوطنيه، لانه احنا ناقصنا اخلاق وطنيه كثير كثير كبيره. كل اول احد من شهر ايار مفروض كلنا نتجمع كرمال شهداء الجيش اللبناني، كرمال الحاميين وطننا وعرضنا. بطلب من الكل يكونوا معنا بستة أيار، ستة أيار ما بدنا نلغيه، ستة أيار هو يوم وطني مش يوم زلاحي، يوم وطني بامتياز. وأمل المعتصمون أن يلقى تحركهم تجاوبا من قبل المسؤولين في أسرع وقت ممكن. وقفة تضامنية مع المملكة العربية السعودية في عكار بعد حملة حزب الله الأخيرة. ردا على حملة حزب الله الحاقدة، نظم رئيس مجلس إدارة مدرسة النور الإسلامية مدرسة الشيخ الشهيد أحمد عبد الواحد وقفة تضامنية مع المملكة العربية السعودية ومع مواقفها الشجاعة في استعادة وحدة العرب والقرار العربي، وذلك في باحة المدرسة في بلدة البيرة بحضور حشد من الشخصيات السياسية والدينية والاجتماعية. الكلمات شددت على دور المملكة في دعم لبنان مستنكرة حملة حزب الله غير المبررة. بدأ هذا الأخير بعاصفة من نوع آخر، مصادرة كالمعتاد لقرار قسم كبير من اللبنانيين، ومنهم من أقاموا في المملكة وعاشوا من خير المملكة. فبدأت أسطورة المنافقين تهزي على قدر هول الحزم، وساد الذهول وكسرت الهزائم، إلا أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان أبى إلا أن يعيد مجد هذه الأمة بهذه العاصفة المباركة، فهدم حلمهم المشؤوم وأبان للناس من هم جند الله وأنصاره. المتحدثون ذكروا بدعم المملكة للشرعية اللبنانية المتمثلة بالجيش اللبناني والقوى الأمنية. وتطبيقا لقانون السير الجديد وتزامنا مع عطلة نهاية الأسبوع، أقامت مفارز السير في قوى الأمن الداخلي حواجز لضبط المخالفات، ولا سيما القيادة تحت تأثير الكحول والدراجات النارية التي يقوم سائقوها بأعمال بهلوانية، وذلك على مختلف الأراضي اللبنانية. وقد عملت العناصر على فحص نسبة الكحول في الدم لدى السائقين ونظمت محاضر ضبط بحق المخالفين منهم، كما تم احتجاز عدد من الدراجات النارية. نجا المواطن من الموت بأعجوبة بعد نشوب حريق مفاجئ في سيارة من نوع تويوتا كان يقودها في منطقة أرميلي شمال مدينة صيدا، وعلى الفور هرعت فرق الدفاع المدني من مركز صيدا الإقليمي والتي عملت على إخماد الحريق في السيارة التي لم تكن مجهزة بإطفائية. برعاية وزير السياحة ميشيل فرعون ممثلا بالنائب سيرج تورساركيسيان، افتتحت بلدية صور مشروعها السياحي السنوي الهادف إلى تخصيص الكورنيش الجنوبي مساء كل يوم سبت للمشاة، مع السماح للمقاهي والمطاعم وضع طاولاتها على الرصيف العام. وبعد قصي شريط الافتتاح، جال تورساركيسيان مع الرسميين على المقاهي والمطاعم المشاركة في فعاليات الحدث. أقامت جمعية كن هادي سهرتها نايت تاكسي 14 في النادي الليلي BO18، حيث حضر المدعوون بسيارات التاكسي لمنع السيارات الخاصة في إطار التوعية على عدم القيادة تحت تأثير الكحول. أما أسعار البطاقات فستستخدم من قبل الجمعية لتمويل إقامة نقاط عبور آمنة أمام المدارس اللبنانية ليمر الطلاب بأمان. التبرعات لضحايا زلزال نيبال تصل لعشرة ملايين دولار، وإطلاق ربوع بشري في الصين، وغيرها من الأخبار المتفرقة من العالم. تقرير رشا الحلبي.
مرة جديدة تساهم مواقع التواصل الاجتماعي في جمع التبرعات لغاية سامية، فقد تمكن نحو نصف مليون مستخدم من جمع 10 ملايين دولار عبر زر دونيت ناو لمصلحة جهود الإغاثة الخاصة بضحايا زلزال نيبال، وذلك بعد يومين فقط من توفير الزر. ومن المقرر أن تتولى الهيئة الطبية الدولية الإشراف على أوجه إنفاق أموال التبرعات. سعى باب الفاتيكان للاتصال بالشاب الإيطالي فرانكو رابوفي مطمئنا بعدما بعث له الأخير برسالة أثناء فترة مرضه، غير أن الشاب الإيطالي حين سمع المتصل يقول إنه البابا ظن أنها خدعة فأغلق الخط في وجهه مرتين، وحين اتصل البابا للمرة الثالثة أدرك رابوفي هوية المتصل وكشف عن شعوره بالذهول حين وجد البابا يضحك معتبرا ما حدث أمرا طريفا، وعاد رابوفي ليقدم اعتذاره لاحقا من البابا فرانسيس. يانغ يانغ هو الاسم الذي أطلقه المصممون على روبوت بشري يمكنه مبادلة التحية ومصافحة الناس وإظهار بعض تعبيرات الوجه البشرية. هذا روبوت الذي أطلق في العاصمة الصينية بكين يعمل بنظام أندرويد ويهدف إلى تعميم ثقافة روبوتات بين الشباب. أجرت مستشفى القاسم في الشارقة الإمارات عملية استئصال الكلية اليسرى لمريضة استغرقت ساعتين. قد يبدو الخبر للوهلة الأولى عاديا، غير أن العملية أجريت باستخدام الروبوت الجراح دافنشي، ما يجعل من العملية نوعية تحصل للمرة الأولى في المنطقة. ونصل ميرنا إلى النشرة الرياضية يرافقنا فيها بعد قليل الزميل عباس حسن. مساء الخير. انتهى اليوم المرحلة ما قبل الأخيرة من بطولة لبنان لكرة القدم، وكان فيها الظاهر هو مباراة النجمة والأنصار ديربي الكرة اللبنانية اللي انتهت بتعادل 1-1 بين الفريقين بالمباراة اللي جمعتهم على استاد الرئيس الشهيد رفيق الحريري بصيدا، وبالتالي بقي الأنصار بالمركز الثاني والنجمة بالمركز الثالث. بالإطار نفسه وبكرة القدم اللبنانية، وصل إلى بيروت امبارح السبت المدرب الجديد لمنتخب لبنان الموتينيغري ميدوراج رادولوفيتش، واللي راح يشرف على منتخب الأرز في التصفيات المشتركة لكأس آسيا الإمارات 2019 وكأس العالم روسيا 2018. وكان في استقبال رادولوفيتش في مطار رفيق الحريري الدولي الأمين العام لاتحاد كرة القدم جهاد الشحف ومدير منتخب لبنان فؤاد بهلوان. وسيعقد الاتحاد اللبناني بكرة الاثنين اجتماع مع رادولوفيتش لتوقيع العقد رسميا وانطلاق مسيرته مع المنتخب بأقرب وقت ممكن. وكان رئيس الاتحاد اللبناني لكرة القدم هاشم حيدر كشف يوم الجمعة عن إنجاز الاتفاق مع المدرب المونتينيغري لقيادة منتخب لبنان وتوقيع مسودة العقد معه قبل أيام. فاز فلويد مايوثر على ماني باكياو بالنقاط في نزال القرن كما أصبح يعرف في الأسابيع الأخيرة. الملاكم الأمريكي أصبح البطل العالمي من غير منازع بعد ضم حزام باكياو في وزن الوسط. فلويد مايوثر أصبح البطل العالمي من غير منازع بعد فوزه على الفلبيني ماني باكياو صباح الأحد في قاعة MGM في لاس فيغاس أمام عشرات الألاف من محبي الملاكمة، كلهم من نجوم هوليوود والغناء ومشاهير العالم بصفة عامة نظرا للمبالغ الفاحشة لتذاكر النزال. مايوثر رفع رصيده إلى 48 نزال دون هزيمة ليأكد للعالم بأنه الأفضل بين ملاكمي جيله، وإن كان هو يرى بأنه الأفضل على الإطلاق. باكياو حاول في النزال توجيه اللكمات بسرعة لوضع منافسه تحت الضغط، لكن موني مايوثر اتبع خطة دفاعية ممتازة وكان كل مرة يرد بخاطفة بيمنيه المعهودة وفاز بغالبية الجولات 12. مايوثر سيحصل على الأقل على مبلغ 180 مليون دولار من النزال. باكياو صرح بعد النزال بأنه كان يعتقد بأنه الفائز لأنه وجه لكمات أكثر، لكن الحقيقة أنه النزال لم يرقى إلى المستوى الفني الذي يليق بكل هذه البهرجة التي صنعته إعلامياً. مليون دولار أخذ اللي خسر محمد، يعني بيأكل قتلة وبيأخذ 100 مليون. حسم جوفنتوس رسميا لقب الدوري الإيطالي لكرة القدم لصالحه بعد الفوز على سامدوريا بهدف دون مقابل سجله تشيلي فيدال، حيث أصبح حسابيا لا يمكن اللحاق فيه من قبل لاتسيو صاحب المركز الثاني، لا يصبح اليوفي بطل إيطاليا للموسم الرابع على التوالي. في
فيما خسر سامدوريا 3 نقاط مهمة في سباق التأهل للدوري الأوروبي الموسم المقبل. المدرب أليجري فضل إراحة بعض نجومه مثل أندريا بيرلو وجورجيو كيليني وألفارو موراتا قبل موقعة ريال مدريد يوم الثلاثاء المقبل، فشارك ستورارو وبارزالي وبورنتي بدلا منهم، فيما احتل بادوين المركز الأيسر بدلا من الموقوف باتريس إيفرا، بينما إجا باقي التشكيل كما هو بشكل معتاد. الفرحة كانت واضحة على ملامح لاعبات المنتخب الأردني لكرة القدم اليوم الأحد خلال استقبال خصهم فيه الأمير علي نائب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم ودييغو أرماندو مارادونا النجم الأرجنتيني. الحدث كان ضمن افتتاح فعاليات سكر جيكس المقام في منتجع البحر الميت في الأردن، واللي عم يشارك فيه عدد من الشخصيات الرياضية، والأمير علي شارك بعد ذلك في جلسة تركز الحديث فيها عن التنمية الاجتماعية الكروية، وهو يريد استغلال مركزه في قمة هرم العائلة الكروية العالمية لتحسين أوضاع الرياضة في المجتمعات النائية وتحسين مستوى كرة القدم للسيدات. الأمير علي لعب دور بارز في إنشاء 28 أكاديمية كرة قدم في الأردن، وكان دوره بارز في رفع الاتحاد الدولي الحظر على الخمار للفتيات يلي بيمارسوا كرة القدم في المنافسات الدولية. هذا كل شيء بالنسبة لأخبارنا الرياضية، عودة لك محمد. شكرا لك عباس. مشاهدينا إلى صفحة الأحوال الجوية مع كارين خراط. بونسوار. صوركم اللي عم تبعتولنا اياها على انستغرام وفيوتشر تي في ابلكيشن عم نعرضهم عنا على الهواء. موضوعنا لهالشهر هو الاوبتيك. من بعد فقرتنا صوره وشمسيه بننتقل على الدول العربيه لنشوف كيف عم بيكون طقسها وكيف عم بتكون الحراره فيها، ومنبلش جولتنا بتونس 34 درجه، الرباط 23، الجزائر 27 درجه، القاهره 30 درجه، بغداد 37، دمشق 28، القدس 23، عمان 25، وبنختم مع الكويت 38 درجه، الدوحه 37، اما الرياض كمان عم بتسجل 37 درجه. هلا بنرجع على لبنان، الساحل اللبناني عم تتراوح الحراره فيه بين 17 و22 درجة، بالنسبة للرطوبة بتوصل أقصاها ل 80%، أما سرعة الرياح بتسجل 30 كيلومتر بالساعة. بالنسبة للجبل بتتراوح بين 10 و21 درجة، أما بالداخل بتوصل أقصاها لل 25 درجة. هلا بنروح على الخريطة اللبنانية لنبلش جولتنا بعكار 21 درجة، طرابلس 22، الأرز 14، الكورة 20 درجة. منكفي لنوصل على الهرمل 22، القاع 19، بعلبك 20، الرياق 19 درجة، جبال 23، ميروبة 15، جونية وبعبدة 22 درجة، بيروت كمان 22 درجة وطقسا غائم جزئيا. منكفي على زحلة 22، شتورة 23 درجة، عنجر 24، مشغرة 22 درجة، جزين 21، رشاية 20، مرج عيون 22 درجة، بنت جبال كمان 22، والختام مع صيدا سور وقانا 23 درجة. بكرة طقسنا غائم جزئيا مع استقرار بدرجات الحرارة وانخفاض بسيط بالحرارة ببعض المناطق لتوصل أقصها ل 22 درجة أدناها ل 18، بالنسبة للثالثة بتتراوح بين 19 و24 درجة، أما الأربعة ترتفع درجة واحدة لتسجل 25 درجة. الحرارة بمنطقة الأرز عم تتراوح بين الأربع درجات وال 14 درجة. لهم بتكون خلصت النشرة الجوية، تصبحوا على ألف خير. وختاما يبقى التذكير بعناوين المسائية. أي جلسة تشريعية بده يكون على رأس جدول أعمالها قانون الانتخابات وقانون التجنيس. شروط أمام دعوة بري لعقد الجلسة التشريعية. وبانتخاب الرئيس تحمى الجمهورية. والراعي يدعو إلى انتخاب رئيس للجمهورية اليوم قبل الغد تتوافق عليه كل الكتل السياسية. وسط اشتداد المعارك، مطار عدن بيد المقاومة الشعبية وقوات مدربة دخلت المدينة. من ميرنا ومن عباس ومني أطيب التمنيات وإلى اللقاء.